السلام عليكم ورحمة الله، مرة أخرى في قناة عبد السبور. مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. مصطفى معزوزي اللي مرة نشوفه فيه كثير في البلاطوات، لا أدري لماذا. مصطفى معزوزي هذا الرجل محبوب الجماهير الجزائرية، محبوب جل الجماهير، ما نقولش كلها باش ما نتكلمش في باسم كل الجماهير، نقول الجماهير الرياضية جلها، ماهوش كلها، الأكثرية تحب هذا الصحفي هذا الخلوق مصطفى معزوزي. اليوم مصطفى معزوزي في قناة الهضاب، تكلم بالهاتف. واليوم مصطفى معزوزي خرج بخرجة كما نقولوها بالعامية، خرجة من القصب، خير الناخب الوطني تاع الفريق الوطني الجديد. سمى هذه اللجنة قال لك لازم هذا هو المدرب ولا ما كاش، قال لك هذا هو المدرب. صح، سمعوا الفيديو خوتنا الكرام، ما تصوتيوش باش تشوفوا المفاجأة كيفاش خرج له من القصب. تابعوا الفيديو تاع مصطفى معزوزي للأخير وسمعوا شكون هو هذا المدرب اللي حبه مصطفى معزوزي في مكان جمال بالماضي. تابعوا معنا الفيديو للأخير، ستشاهدون المفاجأة. تحية رياضية أزفها إلى جميع متتبعي قناة الهضاب تي في المحترمة، وبودي أيضا أن أشكرك أنت زميل زكريا عجاتي على هذه الدعوة الكريمة. خليني أولا أن أتساءل عن المقاييس التي اعتمدها رئيس الفاف وليد صادي لتشكيل لجنة مكلفة بدراسة ملفات المدربين الذين قاموا بإيداع سيارهم الذاتية. قراءة سريعة للتشكيلة نرى وجود مثلا محمد معوش وربح سعدان. والله العظيم كان على الرئيس صادي ان لا يضع هذين الشخصيتين في هذه اللجنة، نظرا لعامل السن للاول، يعني محمد معوش اللي نحترمه كثيرا، هو لاعب فريق جبهة التحرير الوطني، وثانيا ربح سعدان ولا غير نحترمه كثير، قدم الكثير للفريق الوطني. كان على الرئيس ان يجنبوا هذا المسؤوليه الكبيره على عاتقه، لان ربح سعدان يعني في الماضي كان يعني تعرض الى حملات شرسه، نفس الحملات اللي تعرض لها المدرب جمال بالماضي، ويعني هذا في الشكل. في المضمون أظن أن هذه اللجنة لازم عليها يعني تكون لها حرية الاختيار، يعني برك هل الدور تاعها هو الاختيار أم الدور تاعها يتمثل فقط في الاقتراحات. إذا لها الحرية في الاختيار من لازم عليها، يعني كما يقولوا لازم عليها دراسة ملف السائق وهو ملف الناخب الوطني الذي إلى حد الساعة لم يستقيل من منصبه. يعني درك قبل ما تروح لاختيار مدرب أجنبي، وعلاش ما ندرسوش ملف تاع الناخب الوطني جمال بالماضي؟ جمال بالماضي أنا كلجنة نحكم السيرة الذاتية تاعو، ونحكم يعني مقاييس معينة لنوضعها للمدربين الآخرين. ولا هذا جمال بالماضي رجل المرحلة، يعني عنده مقاييس يعني لتشابه المقاييس الأخرى، علاش ما نديروش مجهود باش يعني يواصل المسيرة تاعو، خاصة أن الفريق الوطني الآن ما لازمش عليه يسعى مدرب ما يعرفش كرة القدم الجزائرية، ما يعرفش اللاعبين، ما يعرفش يعني أدغال إفريقيا. هذا يعني مجرد تساؤل. وللعودة للسؤال تاعك في المضمون، المدرب الجديد للفريق الوطني لابد عليه أظن أن يكون أكفأ أولا من بالماضي ليتقبله الشعب، يعني هذا عامل أساسي. يعني المدرب اللي يجي لازم يدير مشوار، يعني مشوار أكثر من الذي قدمه الناخب الوطني جمال بالماضي. ثانيا أن يعرف جيدا كرة القدم الجزائرية والإفريقية،
أن يتقن، وهذا عامل أساسي، أن يتقن اللغة الفرنسية جيدا، لأن لا جل لاعبي الفريق الوطني لا يتقنون جيدا اللغة العربية، وأن يواصل أيضا عمل بالماضي في اختناء لاعبي ذوي الجنسية المزدوجة في أوروبا، لأنه عندنا خزان كبير، وهذا يعني عامل كبير لازم يقوم بهذا المدرب. وثاني، هل الفيدرالية سوف تلزم الناخب الوطني الجديد أن يستقر في الجزائر ولا يأتي في يعني تواريخ الفيفا فقط، ليساعد البطولة الوطنية ويساعد كرة القدم الجزائر في التطور؟ هذا سوف نكتشفه في الأيام القادمة. وأنا شخصيا يعني كنت تسألني عن المدرب اللي أراه أنسب للفريق الوطني في هذه الفترة، أنا أطلب من يعني من هذه اللجنة أن تدرس جيدا يعني بقاء المدرب الوطني جمال بالماضي، لأنه حبينا ولا كرهنا عامل الاستقرار هو عامل النجاح. ويعني ما ننسوش باللي هذا المدرب يعني قدم الكثير للفريق الوطني والكرة الجزائرية، ويعني هذا الإخفاقات الثلاثة يعني اللي ما تنسبش فقط لجمال بالماضي. والله العظيم يعني 2026 غدا، يعني والله العظيم ما كاش كيما الاستقرار، ما كاش كيما الاستقرار. خاوتنا الكرام، في الفيديو اللي تكلمت عليه اليوم، فيديو مش هذا اللي قبله، قلت لكم علاش ما يتلاقاوش وليد صادي جمال بالماضي في طاولة، والشوائب هذيك اللي دايره كاع ينحهم وليد صادي يقول لهم اليوم انا نتكلم على جمال بالماضي، انا اليوم جمال بالماضي حيرجع صاحبي وخويا، اليوم باجل هذا الوطن لازم نتحدوا. علاش ما كاش هادي؟ علاش كاين غير كسر؟ علاش كاين غير نحي وكدا ولعب كواليس وحفروا منا؟ علاش؟ علاش ما يتلاقاوش يتفاهموا؟ عقده هو حتى 2026 يقول له بقالك هذا العقد 26، اما عندك 6 بوان سما راح تطلع كوب دي موند، العب كوب دي موند، من بعد تحب تريح ريح، تحب روح من باب الواسع، هذه هي بالك نكاليفيو ديمي فينال كوب دي موند، بالك نروحوا فينال، مش نقولوا مزيه. لكن لا توجد هذه هنا عندنا بالعقليات اللي عندنا، صحافه بلاطوات كلها تغيرت، كلها تبدلت، حتى اللي كانت ساند في جمال بالماضي ما وليناش نشوفوهم، صحفيين تنحاو من بلاطوات، وهذا كله من اجل حبنا لهذا الوطن وحبنا لهذا الشعب وحبنا لهذا الفريق الوطني وحبنا للجزائر ككل. لماذا كل هذا؟ هذا وطن عنده ناخب وطني محبوب جماهير رياضية، أتكلم لا أخرج عن نطاق الرياضة، أنا محبوب جماهير رياضية، أغلبية الجماهير الرياضية، ما نقولش كلها، ما نتكلمش باسم واحد ما وش حاب، وهذاك اللي ما وش حاب جمال بالماضي يقعد على العريضة الفنية، نحترم رأيونا أيضا، لكن بدون تجريح والسب والشتم. احنا نقولوا اليوم مصطفى معزوزي خلعتكم في الدخلة، قلت لكم فوالا هو حيجيب مدرب، اخرتها دار 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 دار، عاود ولا الجمال بالماضي للاستقرار، اموال تقعد هنا في البلاد، والجمال بالماضي قال لك باللي نقص الراتب ديالي وعلى بالي باللي نقصه، انشقاقات تتنحى لو وليد صادي يوقف هو بالماضي كرجل واحد ويحميه نفسهم من صحافة ومن الناس اللي راهي تخرب، يقول له بيني وبينك وبين الله وبين الله والجزائر وبيني وبينك لازم نخدموا ونروحوا بعيد في هذه كاس العالم. علاش ما كانش هذه؟ احنا هذه اللي حبينا نوصلوا لها، ان شاء الله ان شاء الله رئيس الاتحاديه يسمعنا، اللي راهم كلهم يتكلموا عليه ويقول لك انسان خالوق، انا والله ما نعرفه، يقول لك انسان خالوق، انسان متخلق متربي وعاقل ويعرف يخدم، علاش ما يديرش هاد العبسه هاد الطريقه، بالك يروح بها هو تاني السيفي ديالو يكبر، لو يروح لكاس العالم ويلعب هناك كاس العالم، واحد ما يحاسبه في كاس العالم، ما يحاسبه على شرح الدوزيام تور، ما يحاسبه طالع انها كاس عالم، لكن نروحوا لكاس العالم ونديروا اللمسه ديالنا، وعلى بالي باللاعبين اللي عندنا وبجمال بالماضي لو عاد ويكون فيها استقرار نروحوا بعيد في هذه كاس العالم. شحال مليحه المسامحه وكذا التسامح بين زوج، علاش ما نديروهاش؟ خاش كاين ناس
اللي تحب تخلط، ما تحبش الناس متفاهمين، تحبهم دائما يكونوا متخاصمين ويكونوا، لكن كاين الله قبل كل شيء. حنا نتمنوا غير الخير لهذه البلاد، ونتمنوا غير الخير لهذا الوطن، وحنا باش انا نقول لجمال بالماضي حبيناه يقعد من اجل الاستقرار وفقط، هذا ما كان، لانه جمال بالماضي لو يلقى الاستقرار راح تشوفوا فريق وطني اخر. شكرا لكم، تابعونا بقناة عبد السبور، فعلوا الجرس، ليلة سعيدة، سلام.